الدخول طلع مجانا فعلا. ما انا قلت لك انه مجانا، بس انا حاسس ان احنا هنا هندفع كتير. لا كتير ايه، انا معيش الا فلوس الاوتوبيس وفلوس الحفله اللي احنا جايينها وتاني راجع. عيب بقى، ما تقلقوش هنتبسط. بس المكان هنا احلى من الصور والفيديوهات بكتير. طب يلا عشان نبتدي اليوم. استنى 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 استنى، خد صورني يا علي، انا عايز اتصور صوره واكتب عليها هاشتاج العالم عالمين. لسه الايام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته، واكيد بكره اللي جاي اجمل من كده. عدي وفوت وكبر وانسى وما تقفش، فك الزعل علشان بقى وشك ما يكرمش. هنعيش الدنيا مره يا عم فكها، رقص اللي مكشر ده بسرعة. بس كان حلو قوي، عشان بعد كده تسمعوا كلامي. قلت لكم هنتبسط وباقل التكاليف. بقول لكم ايه، في حفله حلوه قوي الاسبوع الجاي. انا عن نفسي انا جاي. يلا يلا يلا. الفيلم كده بصفة سريعة كده بيحكي عن ايه اللي ممكن نشوفه في العالمين، وبيشوف بيحكي للناس لما تروح العالمين الجديدة تقدر تشوف ايه وتقدر تتابع ايه وتقدر تحضر اماكن دخول الحفلات منين. الفيلم من اخراج زميلنا احمد فايز، اعتقد انه صحيح. كان فيلم مختلف كده ولطيف وخفيف ولطيف، فيه روح شبابية جميلة، وبيقدم لنا كده العالمين بجوانبها الجميلة والساحرة والمختلفة. مهرجان العالمين الجديدة اللي مستمر حتى نهاية شهر اغسطس، فعاليات كتيرة جدا، بنتكلم على أكثر من 300 فعالية رياضية وفنية وثقافية.